واخر يسأل ما حكم نوم العصر؟ لا نعلم في نوم العصر شيئا. نوم العصر لا نعلم شيئا ولا حرج فيه. نبي أنا قال لا نعلم فيها شيئا الا المغرب كره النوم قبلها عليه الصلاه والسلام. فالنبي يكره النوم قبلها يعني قبل العشاء والحديث بعدها نوم العصر والظهر والضحى والصبح فلا تفيه شيء. لكن يتحرى الانسان الاوقات المناسبه اذا تيسر له الظهر هو افضل من العصر. فيصلها قائلة قبل الظهر هي أفضل. لكن بسبب الأعمال اليوم كثير من الناس لا يحصل لهم لا قائلة ولا ظهر فلا يقع عنده إلا العصر. وإذا نام أول النهار فلا بأس، ولكن إذا تيسر له ولا ينام أول النهار بل يجلس يذكر الله ويقرأ القرآن أو في طلب العلم حتى يرتفع الشمس ثم ينام بعد طلوعها قليلا فهذا أولى من نومه بعد الصلاة مباشرة ولا حرج في ذلك والحمد لله.